اللهم إني أسألك بكتابك وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقاء ثم تأخذ المصحف وتضعه على رأسك وتقول: اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. ثم تقول 10 مرات: بك يا الله 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 بعلي بن الحسين بعلي
الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 ثم تسأل حاجتك
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد وبحق كتابك الكريم في هذه الليلة المباركة، اللهم شافي كل مريض لا سيما من دعونا لأجلهم ومرضى القرية، اللهم شافهم وعافهم وألبسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم رد كل غريب لا سيما غربانا وغريب القرية، اللهم ارجعه إلى أهله وقريته سالما غانما. اللهم فك كل أسير لا سيما أسرار المظلومين في سجون الظالمين، اللهم فرج عنهم وفرج عنا وانصرنا على من ظلمنا ورد كيد أعدائنا في نحورهم. نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.